الطرف الآخر هو وجود جماعة الإخوان المسلمين، لا يفترقان. عندما زرعت بريطانيا إسرائيل زرعت معها حركة الإخوان المسلمين. إذن أرى أنه الإخوان المسلمين كجماعة وإسرائيل كدولة استيطانية كدولة عنصرية وجماعة الإخوان المسلمين كجماعة تكفيرية واضحة، هما الاثنين صناعة إنجليزية. إسرائيل والإخوان ربما أبناء جيل واحد. إسرائيل والإخوان رضعوا من ثدي بريطانيا إخوات في الرضاعة. الجماعة الإرهابية والحركة الصهيونية إخوة في الرضاعة، رضاعة الدم، رضاعة الكفر، رضاعة الظلم. وكانت إنجلترا هذه العجوز الشمطاء، هذه الدولة التي ما زالت الآن تبحث عن مجد زائل، هي التي صنعت بنا ما نئن منه الآن. كل مشاكلنا الآن إما إرهاب ومواجهة إرهاب، وإما إسرائيل ومواجهة إسرائيل، السبب فيهم إنجلترا.